اسمع مني وبهالفقرة مع المعالجة النفسية ديالا عيتاني، مثل كل مرة منروح لموضوع، هالمرة موضوعنا الهرمونز يلي بياخدونا للسعادة، هرمونات السعادة يلي ضروري نعرف كيف نطورهم، نبحث عنهم، نعطيهم دفع أكثر ليكونوا عم بيكبوا طاقة ويكونوا هيك ملتيبلاينج بحياتنا وعم يتكاثروا. كمان ديالا صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ ماشي الحال. يعني بس نحكي عن السعادة حكما منبلش نحس بالإيجابية، وكيف إذا عم نحكي عن هرمونات السعادة؟ وهون يمكن هذا موضوع بأكد قدي أنه حياتنا البسيكولوجية مرتبطة بحياتنا الطبيعية، بجسمنا، بعقلنا، بفكرنا، بقلبنا. كيف بدنا نعرف عن موضوعنا اليوم؟ هرمونات او حتى يعني to be more specific اليورو ترانسميتر بالدماغ، الكيمياء بالدماغ المسؤوله عن السعاده، هن الاساسيين الدوبامين والاوسيتوسين، الاندورفين والسيروتونين. هلا كل وحده منا اكيد اذا عم نحكي شخص بعد ما فات باكتئاب او ما كان في امراض يعني نفسيه او انكزايتي، نقدر نعمل بعض الامور اللي هي بتعطينا شوي من الهرمون السعاده. نعم. مثل الدوبامين اللي بيكون مسؤول على انه نحس هيك بالشغف، بالريورد، باهتمام وتقدير لذاتنا، مثل الاوسيتوسين اللي هو بيعطينا سعاده الحب والدفء والطمأنينة، الأندورفين يلي بيخفف من الأوجاع والألام وبالتالي بيساعد على الصحة النفسية، والسيروتونين يلي بيعطي السعادة هيك اللي كنت عم نحكي عنها، الطمأنينة، راحة البال، السعادة هيك اللي بتدوم شوي أكتر. رح نرجع نفصلهم على كل حالة حتى نفوت بالتفاصيل، ولكن بالبداية بس نحكي عن هرمونات السعادة، بس نحكي عن يلي بيولد هيدا الشعور بالفرح عنا، قديه سهل انه يتولد هيدا الشعور، وقديه كمان سهل انه نقتل هيدا الشعور بداخلنا. وسؤالي يمكن كمان حوالي هيدا الموضوع لننطلق منه، قديه نحن قادرين نتحكم بهذا الموضوع؟ هي الكيمياء بالدماغ كتير بتأثر على النفسية، هو اللي وقت يصير كتير معدلهم قليل أكيد نحن بنكون عم نفوت بمشاكل نفسية بحاجة لأدوية. نعم. ولكن من خلال يومياتنا وعاداتنا وأمور بسيطة هنحكي عنها، نقدر نزيد شوي من هالهرمونات والكيمياء لحتى تقدر تساعدنا أكتر. في أشياء بنعملها ومنفكر حالنا عنا هالسعادة، مثل كثرة استخدام السوشيال ميديا اللي هي بتعطي الدوبامين العالية السريعة، بتعطينا مثل كأنه شعور بالريورد أنه نحن مبسوطين ونحن عم نستفيد، ولكن فعليا هالكمية الهائلة من الدوبامين دغري من بعدها بدها تنزل، يلي بيعطينا المود القليل وبيأثر على نفسيتنا إذا حسينا في وقت كتير مضى على الإدمان. مثل الدراجز كمان بتعطي هالدوبامين العالية، ولكن فعليا من بعدها بيصير في فرق كتير بالنيورو ترانسميتر يلي بيأثر على النفسية. فإذا الأمور اللي بنعملها منفكر إنه هاي هي السعادة، مثل كثرة استخدام السوشيال ميديا، مثل بعض الأمور اللي بتأدي للإدمان، الكحول، النيكوتين، الدروغز، مثل مقارنة ذاتنا اللي نفكر إنه نحن عم نشغل دماغنا بالأمور، ولكن هي فعليا من بعدها عم بتأثر بطريقة سلبية. هو الهابنس السريعة من بعدها بتأثر بطريقة سلبية. لنركز شوي كيف فينا نحس نحسن المود ونحسن السعادة. عم نحكي عن بعض الأمور اللي السعادة توبيك كبير بنحكي عنها، والعلم النفسي الإيجابي كتير عمل دراسات كبيرة بالنسبة للسعادة، ولكن كيف فينا نرجلج شوي يوميا لحتى نقدر نشتغل على الهرمونات أو النيورو ترانسميتر الخاصة بالسعادة. واحدة منهم الأمور البسيطة السريعة، الأكل. في بعض المأكولات مثل الشوكولا، الداكن، الدارك شوكولات، السمك، التين، الجوز، المكسرات، العسل والتمر، هول الأمور بتساعد شوي على تحريك يعني رفع النيورو ترانسميتر، وبالتالي بحس حاله واحد شوي بسعادة إذا كان عم بيكلون بمايندفولنس، يعني إذا كان في
يعني الواحد بياخذ قرار انه بده يتلذذ به هو المأكولات وبيكون عم ركز عليهم، اللي هي مثل بتوصلنا مثل ريورد لنا يعني. صحيح. الواحد لما يكون هيك المود مش ظابط وهيك وحالته النفسيه قاشطه شخص بيلجا بياكل يمكن شوكليت او حلو او شيء هيك بحبه، بقول بدي فش خلقي مش فرقانه معي، بحطها بهيدا الاطار. كثره السكر وكثره الجونك فود بالعكس هيدي الدوبامين اللي بتاذي، اللي بتعطينا هالفكره انه نحن مبسوطين ولكن ثاني نهار نتاثر بطريقه سلبيه. بالعكس المأكولات اللي عندها هول الفيتامينز والاوميجا 3 وبتحسن عندهم هالمواد الغذائيه اللي بتفيد هي اللي بتاثر بطريقه ايجابيه. نفس الشيء النوم من العادات اللي كثير مهمه لحتى تخلي شوي البالانس. اليوم الميلاتونين بالدماغ التريجلوش للنفسيه، بتحس واحد معصب موتر مضايق منه عارف من شو، بيكون في مشكل بالنوم وتأثيره على التركيز على النفسية على التعامل مع الآخرين. في أفرج معين للنوم يعني لازم، بعرف انه اوقات بينقال لازم ننام 7-8 ساعات، ولكن في اجسام ديالها بتحمل نوم اكثر من اجسام، لانه في ناس بتنام يمكن وقت اقل بقول لك انا اكتفيت يعني ماني تعبان. بس هول الاشخاص اللي قالوا انا ماني تعبان يمكن يوصلوا لمرحله لانه صار في مشكله تعود على الاكزوستشن وعلى الستريس الدايم، معقول يوصل بعدين لبيرن اوت لانه ما بيكون مقدي النوم. هلا الاشخاص اللي بتقدر تعمل الرياضه اللي بتحسها عندها ستريس اقل ومشاكل اقل بتقدر تعود شوي اذا ما نامت، ولكن فعليا النوم كثير بياثر على النفسيه. لنرجع كمان للامور المهمه يلي بتاثر على السيروتونين بالدماغ، اليوم الطبيعه والمشي بالطبيعه كثير مهمه لانه بتعطي شوي هالروحانيات، بتخلي هيك الشخص يحس ببعض الطمانينه. نفس الشيء المشي حد البحر واللون البحر، كمان اللون الازرق بيعطي هالسكينه. يعني انا موتر كل الوقت بالمكتب بالاوضه، حاسس حالي معصب، شو فيني اعمل؟ فيني الجا للامور البسيطه يلي بتزيد السيروتونين مثل المشي ومثل الطبيعه. في الواحد يخرج صحيح. يعني هيك بالطبيعه بجزوره بمشوار بمشي حتى الشمس شو تاثيرها قد ايه. نحن بنقول انه لا صار عندنا سيزون ديبريشن، قله الشمس او اكثر نسبه الانتحار بالبلاد اللي ما عندها الشمس بسبب تاثير الشمس على النيورو ترانسميترز المسؤوله عن السعاده. وهون نقطه بننتبه لها انه انا بقدر غير المود بس ببعض هول التعديلات يلي بتاثر على يومياتي بتاثر على نهاري. غير السيروتونين كمان يلي هيك بيعطي بعض الطمأنينة عن الموسيقى، كتير دراسات أثبتت تأثير الموسيقى خاصة الكلاسيكية على الدماغ. يعني حاسس حالك منك مركز بشغل معين ما قادر تنتج، بتحط هالباكراوند والميوزك يلي هو بيأثر شوي، بيعطي فكرة أنه أنت بتقدر تركز، بيعزز الثقة بالنفس أنه أنا بركز على شغل على شغل واحد، وبيمنع شوي المالتي تاسكينج، بخلي العقل يكون فوكس أكثر على على هوبرلر بكل البلد. أنا ركز على شغلك مزبوط، هيك كل واحد بصير مركز بيعطينا غير مود بهيدا بشهر نيسان وقت يكون في الستريس مونث. في كتير مدارس بيعتمدوا انه يبلشوا نهارهم بالموسيقى الكلاسيكيه وحتى على الفرصه بتحس هيك بيعطوا شوي رواق لواحد يبلش نهاره ليخفف الستريس. الهرمون السعاده بيزيد وقت يكون الستريس اقل، يعني نسبه الكورتيزول اقل حتى نقدر نشتغل على باقي الهرمونات. مثل وقت بدي خفف الستريس بنحكي عن السبور، الحركه كثير مهمه لانه الحركه حتى لو مش الشخص يعني من ابسط التفاصيل لانه بتزيد يعني الاندورفين اللي هو بخفف من الالام. بتعرف بتصير الجسم يفرز شيء لحتى الواحد ما يتوجع كثير للعضلات تقدر تكمل بالسبور، وبالتالي هالاندورفين بخفف من الاوجاع، بحس حاله واحد هيك عنده هالنشاط الحافز. بتشوف الشخص قبل السبور وبعدها قدر انه يحس حاله باهميته شوي، بتعزز الثقه بالنفس، بتحسسه بالنشاط يلي بخليه يستمر شوي ويقلل من الستريس. كل ما قلل الستريس، كل ما ركز على السبور اللي عم بيعمله، كل ما حس حاله مبسوط بالامور اللي عم بيعملها، بيكون مركز بالحاضر واللي هو كمان بيكون عم بيشتغل على الاندورفين لحتى يقدر يساعد حاله اكثر ويتنشط. رح ارجع للارتباط ما بين السعاده والهرمونات يلي بتفرز هالمواد لحتى تعطينا هالحوافز هيدي كلها. رح انطلق من الدوبامين لانه اوقات في كلمات بنسمعهم هيك بدنا نحكي اليوم عنهم لحتى نوضحهم اكثر لنا وللمشاهدين. اليوم الدوبامين
مادة كيف بتنفرز، وين بتظهر أكثر شيء، وكيف فينا نشتغل على أنه نكون عم نفعلها أكثر بجسمنا. نحن بنسمع كثير الدوبامين، هالسعادة السريعة، يعني الريورد. كل شخص بحاجة لهالحافز، لهالباشن، للحركة السريعة، وليقدر شوي يحس حاله أنتج شيء معين. الدوبامين الفيك اللي بتعطيه هالشعور، مثل ما قلنا، كثرة السوشيال ميديا أو الأمور اللي بصير واحد أدكتد عليها، هالجونك، الشجر، الدروغز كلهم. ولكن أنا أخذ الدوبامين الإيجابية، بدي أكون عم بحقق أهداف وإنجزهم وخلصهم. كتير أشخاص ليقدروا يشتغلوا على الدوبامين بيحطوا أهداف صغيرة، بيقدروا بيفصلوا، يعني بنشتغل على السمارت جولز. عندي هدف واحد بقسمه بوقت معين، بحط له تايم لاين، بحط انه انا بدي حققه، وبرجع دغري بحط له هالتيك انه انا انجزته. بعطي ريورد لدماغي انه انا الهدف اللي بدي اعمله وصلت له، بيعطيني حافز الريورد والثقه بالنفس، وال يعني الهدف انه انا بدي كفي امور معينه وتركيزي على تحقيق بعض الاهداف. هي نقطه كتير مهمة. بنفس الوقت أنا وعم بحقق الهدف، أنا بدي ركز أنه عندي فلو معين، يعني ما بدي ألتهي بعدة أمور، وبدي أقول لو 5 دقايق. كتير أشخاص اللي عندهم دوبامين أقل بيصير بحسوا بكسل، كتير بيصير في مماطلة، البروكراستينيشن، ما بدهم يبلشوا، ما عندهم هالحافز. ولكن دراسات أثبتت بس 5 دقايق من عد أنجو للخمسة، ما بنعطي مجال كتير لدماغنا يفوت بكثرة التفكير ويفوت ب المخاوف من التعقيدات الأمور اللي بدنا نعملها. لو بس بلشنا 5 دقايق منفوت بالفلو اللي هو التركيز، اللي بيعطي شوي الثقة أن أنا بقدر بلش، وهون ساعتها بقدر أشتغل على التركيز وبعطي هدف، يعني بوصل الهدف، بحط الهدف، بعطي تنقول 5 دقايق بريك، برجع 20 دقيقة تانية بقدر أشتغل. وبشتغل على فكرة أنه مش ضروري أنا أعمل كل التاسك اللي لازم أعملها، لو 5 دقايق منها بكون عم بكسر العادات السيئة، بركز على تحقيق الأندورف، يعني زيادة الدوبامين والتركيز على ثقتي بنفسي، على التحقيق، على التركيز بالأمور الإيجابية، وعلى فكرة أنه أنا بقدر بعطي أكثر. إذا حققت أول تاسك أنا بقدر أنقل للمرحلة الثانية. من الدوبامين رح روح للأندورفين، يلي قديه مرتبط ديال الأندورفين بالضحك، وقديه في لافينج ثيرابي أوقات تنعمل، ناس بنطلع بنقول إنه معقول رايحين يعملوا سيشن ضحك. قديه هيدي مهمة، وقديه بتفاصيل حياتنا أوقات يمكن من خبرية، من ابتسامة، من ضحكة صغيرة قادرين انه نرفع من منسوب الاندورفين. اذا بتلاحظ الاولاد قديش بيضحكوا اكثر، مبسوطين اكثر، بتقضي وقت شوي مع الاولاد بتحس فيها الابتسامه، اكتشفوا انه الضحك بياثر كثير على المود، وهي فعليا اللي بيدرسوا كثير الايموشنز والمشاعر قالوا بلش بابتسامه، بتعود دماغك هالتغيير الفيزيولوجي على الوجه بياثر على الدماغ اللي هو بيعطي بعدين بيفرز هرمونات السعاده. فاذا أمرار بتقول أنا ببلش بابتسامة لنهار، بجرب أحكي مع شخص مبتسم، الضحكة معدية، الضحك كمان بيأثر على تنفس الشخص اللي بيودي لزيادة الأندورفين. هلأ أشخاص كتير عملوا مثل اليوغا لافتر، صاروا كلهم يعملوا جروبات للثيرابي لحتى واحد يضحك أكتر ليعزز هول الهرمونات. ولكن أشخاص بحبوا قبل ما يناموا يضحك هيك، يعني يشوفوا فيديو شوي الأفلام اللي بتضحك، هيك الكوميدي المهضومة، الأمور اللي بتحسس واحد أنه لا بيقدر يضحك من قلبه. الأشخاص الإيجابيين اللي عندهم هالسنس أوف هيومر قدمهم مين بحياتنا لحتى هيك يحس واحد حاله أنه قادر يضحك. يعني كيف الدبريشن is contagious، كمان الضحكة، الجود مود، الابتسامة كتير بتأثر، والبوستر شوي بيعطيها الأندورفين، بيخلي الواحد يحس حاله إذا تحرك شوي، إذا غير البوستر تاعيته، إذا لا كان عنده ثقة بحاله، كان هيك open للدسكشن مع الآخرين، قدر يلعب على الفيزيولوجي لحتى تأثر على النفسية، بيكون عم بيعلي من الأندورفين وعم بيحسن صحته النفسية وعم بيعطي شوي هالطاقة الإيجابية بهرمونات السعادة. رح كمل لحتى نحكي عن الأوسيتوسين يلي يمكن
اقل واحد بنسمع فيه واقل كومبوننت معروف اذا بدك بين البقيه، شو يلي بحفزه وكيف بنقدر نرفع من منسوبه بجسمنا؟ بتعرف ببعض الدول الاوروبيه وبكندا كنا نشوف هيك ناس حاطين بوستر انه اي نيد ا هاج او فري هاج او اليوم العالمي للهاج. بتعرفي لازم نعتمدها اذا عرفنا نستعملها، كثير كثير مهم. اكتشفوا انه الهاج او حتى اللي يعني الفيزيكال مهمة إيه إنه شعور هلا تعي فكر فيها إنه you're hugging someone. صاروا يقولوا للولاد بلشوا فيها ليه؟ لأنه الأوسيتوسين هو بيزيد من خلال التفاعل الفيزيكال. فمشان هيك صاروا يقولوا للأم أول ما يخلق الولد نعمل سكين تو سكين وبتخليه الدم أكتر يقضي وقت الولد مع الأم. صاروا يكتشفوا أكتر إنه اليوم الكابلز إذا بدهم يرجعوا يولدوا يعني الحب والشعور بهيك الطمأنينة لازم يمسكوا إيدين بعض أكثر. اليوم الأهل قبل ما يتركوا يعني بس تحضني حدا قديه خلص بتحسي انه خلص everything will be fine، يعني بتحطي هيدا هي الامان بشخص. كيف يقول لك انا بدي اسند على حدا؟ بيستعملوا هول الكلمات لانه فعليا بيزيد الاوسيتوسين. الاوسيتوسين المادة السعاده يلي بتعطي الامان، بتعطي انه انا مني لحالي، لا بقدر اتكل على اشخاص، بقدر يكون عندي ايموشنال وسوشيال سبورت. نفس الشيء يلي بيعطيها الحيوان الاليف، مشان هيك بيقولوا في بات ثيرابي، هالجلوس مع البات الاهتمام بالحيوانات الأليفة كمان بتولد نفس بتزيد شوي من الأوسيتوسين. مساعدة الآخرين يعني يا أما الحب أو الاهتمام بالحيوانات أو الاهتمام بالولاد الصغار، كتير مهم نقضي وقت مع الأشخاص اللي عندهم هالبراءة وهالتعاطف، وبنفس الوقت مساعدة الآخرين. بنقول الشخص وقت تساعد التاني مش بس عم تساعده هو، بالعكس عم تسعد حالك أنت كمان، لأنه عم بتزيد من الأكسيتوسين، عم بحسسك بشعور أمان، بعد في خير بالبلد، بعد في هيك أنت قادر تعطي من حالك، في فكرة أنه لا أنا بنحب مثل ما أنا، أنا بقدر حب الآخرين. هل التواصل الإيجابي مع الأشخاص، إضافة للكلمات الإيجابية والكوميونيكيشن اللي بتزيد من الحافز والدعم، بتزيد على الصحة النفسية وبتعلي من الأكسيتوسين. ختاماً ديالا رح نحكي عن السيروتونين باختصار، ما بقى عنا وقت. قد ايه كمان هو مكمل لدوبامين أندورفين والأوسيتوسين، وكيف فينا نعطي دفع كيف أكثر؟ أنا بدي أهتم بصحتي النفسية، بدي أخذ قرار، بدي أهتم بأفكاري، بدي أكون كتير مركز على الحاضر، بدي أشتغل على المايندفولنس، على المديتيشن، لحتى ما خلي الدماغ يروح بين الأمور السلبية والماضي والمستقبل، تما فوت بقلق وديبريشن. فيني أعمل البرايرز، فيني أعمل الجراتيتود، يعني أنا بهتم بقول الأفيرميشنز الإيجابية، بعض الفكرة أنه أنا أشتغل على كيف بهتم بالرضا بحياتي، بهتم بحالي، بصحتي النفسية، بقول أنه أولوياتي أنه خفف الستريس لحتى أقدر زيد من السعادة. ديالا لما نحكي عن كل هالكومبوننتس أو الدوافع مجتمعة مع بعضها لحتى تكون عم بتولد هيدي السعادة اللي بنبحث عنها، الاستمرارية والمتابعة، هيك ختاما تو سام اب لحتى نكون عم نختم موضوعنا لليوم. قد ايه مهم ننطلق من ذاتنا، لأنه أوقات مننبش على السعادة بشخص آخر، بشغل، بناس، بعالم، بعائلة، ومننسى أنه نحن الفرح والسعادة لازم أول شيء نلاقيهم بداخلنا لحتى تو بروجكت دم، لنقدر كمان هيك نكبهم على الآخرين ونقدر ننقلهم للناس تانيين. قد ايه أوقات مننسى حالنا بهذا الموضوع؟ كيمياء بالدماغ بتأثر على سعادتنا. أنا وقت أخذ قرار أنه أنا بدي أنتبه لأفكاري، بدي أنتبه لمشاعري، بدي أحب بحالي، لاقي طرق ادعم صحتي النفسية لحتى أنا أكون مرتاح مع حالي، لحتى كل يوم أقرر كيف في اليوم زيد عادة جديدة، خفف من عادات سيئة، انتبه شوي لوقتي، انتبه لأفكاري اللي هي عم بتأثر على نفسيتي. مثل ما قلنا السعادة موضوع كبير، بس فينا نبلش ننتبه للأمور البسيطة اليومية يلي بتساعد على سعادتنا. دايما نقول السعادة من الداخل، سعادة قرار رغم كل الظروف. بيقدر واحد
يساعد حاله يقوي هرموناته، يقوي مناعته على الاكتئاب، بيخفف من ستريس وهيك ينبسط بالامور البسيطه ويقوي ثقته بحاله لحتى دائما متفائل ومبتسم للحياه اكثر. ما نخاف نحب حالنا، تو سيلف لوف، مش نارسيسيزم، يعني مش هون انطلاقا من انه الواحد بالعكس يكون مختلف تماما. ايه مختلف كليا، هيدا السيلف لوف، سيلف كير، الاهتمام بحالنا، نكون عم نعطي وقت لحالنا، عم نعطي عم نآمن بحالنا، لانه اذا مش نحن عملناهم لحدا الا صحيح. انا حقي يكون عندي الاوقات السعيده، وحقي اهتم بحالي، وبقدر اهتم بحالي وبصحتي النفسيه. اميزنج، شكرا على هالايجابيه وعلى هالكم من السعاده يلي قدرتي ترفعيه معنا بهيدا المرحله لحتى نقدر كمان نكمل فيه بتفاصيل حياتنا. شكرا ديالا، شكرا لك، نشوفك الاسبوع الجاي على رد.